السلام عليكم إخوان، كيف انتم؟ على بس عليكم بخير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة وأحسن الأحوال إن شاء الله. إخوان رحنا باقين، يعني باقي بعدين ما كنزلوش دابا، باقي سير باقي كنتقاتلو مع هاد الإدارة ديال اليوتيوب، كنسردو يعني شكاية لأنهم دابا 5 شهور هما موقفين الميزة ديال الأرباح، والتفاعل طاح، مشات الميزة ديال الأرباح. حنا باقي كنحاولو معاهم إن شاء الله، 5 شهور نص العام راه تقريبا، وحنا دابا مواقفين ديك الميزة ديال الأرباح، وكنتسناو كاع على الله إن شاء الله يهديهم الله ويرجعوها. وين دابا يعني سوايع ما مسحنا شي فيديوز نقصو، دابا خصني باش نكمل 4000 ساعة، يلا دابا عندي 2000 وشي حاجة، ونضرب على 2000 ساعة. المهم هذا البث، هذا الفيديو، هذا البث المباشر، نتمنى تدخلوا تشوفوه باش السوايع يتكملوا، وإن شاء الله تقدروا نرجعوا تحقيق الربح ديالنا من هذه الإدارة ديال اليوتيوب اللي بقات كنا وراكت منا قوانين جداد هلكتناه ليك. نبقاو ننزلو لكم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.